حدث الشيخ في بعض واحد من الأئمة عند قراءته للفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول أهدنا، فما حكم الصلاة خلف هذا؟ إذا قال أهدنا فالصلاة باطلة، لأن أهدنا يعني أعطنا هدية، نعم، فيتغير المعنى. ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن، نعم، وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليدع المكان لغيره.